لما نروح لاحصائيات موسيماني فايلر في الحته النفسيه دي، شايف انه في لعيبه بعينها اتظلمت من الناحيه دي مع فايلر وبانت قوي مع موسيماني، شموا نفسهم لما موسيماني جه؟ بصي، حته اتظلمت يعني هي يعني ممكن تبقى قاسيه شويه على فايلر، تمام، لان هو مش قاصد. اكيد هو في واحد بيقدر يدي ده وفي واحد ما بيعرفش، بس في اسماء بعينها عندك؟ في طبعا قفشه. قفشه ده مردود جيد جدا. جونيور اجاييه ده مردود جيد جدا جدا. دول اكتر اتنين مستواهم عالي جدا في الفتره بتاعت موسيماني، الاتنين دول بالذات. بقيه الفرقه بتادي بشكل كويس. مروان كمان ممكن يكون ادى بشكل كويس مع في الوقت اللي كان فيه موسيماني. اللعب بقى مناسب ليه شويه، طريقه اللعب بقت مناسبه ليه شويه. دول اللعيبه اللي هم تحس ان دول بان قوي عليهم بالذات، والاتنين مش قليلين. لو جيت حضرتك مثلا، لو جيت حضرتك شفتي اخر وديانج، ديانج كان بيأدي بشكل كويس من بدايه السيزون. أوكي. يعني ديانج والسوليه من الناس اللي عندهم ثبات المستوى من اول الموسم. لكن لو حضرتك جيتي للاحصائيات في اخر خمس مباريات اللي لعبهم اجاييه واللي لعبهم قفشه، هتلاقي ان هم تقاسموا رجل المباراه في حاجات كتير جدا. في احصائياتنا في الاستوديوهات بنطلع المقارنه ما بين اجاييه وقفشه. ومؤخرا دخل مع وليد سليمان في مباراه الجيش. نيجي نشوف الاحسن رجل المباراه، هتلاقي ان واحد من الثلاثه هو رجل المباراه. ممكن يبقى قفشه، ممكن يبقى اجاييه. فلا، اجاييه اختلف تماما، مستواه اختلف تماما مع موسيماني بسبب اسلوب اللعب. اسلوب اللعب في كوره كتير. اجاييه مش لعيب عنده سرعات محتاج مساحات يلعب فيها. كان طول الوقت لاعب مباشر. فاللاعب المباشر ده بياخد شويه من لعيب الكوره، بياخد شويه من اللعيب المهاري. فبتلاقيه اختفى شويه. قفشه لعب وقت كتير جدا ما كانش في مكانه، كان بيلعب ناحيه اليمين. لما رجع مكانه تاني واخد ثقه بعد المباراه اللي ضيع فيها ضربه جزاء، يعني هو ضيع ضربه جزاء في مباراه بيراميدز وما كانش فيه مشكله خالص، وعمل شوط تاني حلو كمان في المباراه، والراجل دعمه وتعامل معاه بشكل كويس واخده في حضنه. يعني في حاجات بتقدر تفوق اللعيب، بالذات اللعيبه اللي هم المهاريين. فانا شايف ان قفشه واجاييه هم اكتر اتنين استفادوا من وجود موسيماني. طيب انا هقول لحضرتك برضو مقارنه بين اداء فايلر وموسيماني خلال اخر اربع مباريات في الدوري، وبرضو تقراها لنا فنيا. لو هنتكلم على فايلر، هو لعب اربع مباريات طبعا، موسيماني اربعه. ريني فايلر قدر ان هو يفوز بمباراتين وموسيماني ثلاث مباريات، مفيش ولا هزيمه لاي حد فيهم. بالنسبه للتعادل، ممكن نقول ريني فايلر اتعادل في مباراتين، موسيماني مباراه واحده بس. الاهداف، اربع اهداف مع ريني فايلر، وطبعا سبع اهداف مع موسيماني، وما دخلش مرمانا ولا هدف مع الاثنين في اخر اربع مباريات بالنسبه لكل مدرب. معدل الاستحواذ 52% بالنسبه لريني فايلر و53% بالنسبه لموسيماني. معدل التمريرات الصحيحه 80% بالنسبه لفايلر و88% بالنسبه لموسيماني، يعني 347 ريني فايلر و465 موسيماني.